لغتي العربية فخر أبي وهواها يجري في دمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الأدب والنصوص لطلاب الصف الثالث الثانوي وفق المنهاج الليبي، وذلك بالتعاون مع مدرسة أورينت الافتراضية. كنا أعزائي الطلاب قد بدأنا في الدرس الماضي بقصيدة نصح وعتاب للشاعر سراج الدين الفارسكوري. انتهينا في الدرس الماضي من ترجمة الشاعر وقرأنا النص قراءة جهرية. اليوم ننتقل بعد قراءة النص إلى الشرح والتحليل لهذا النص. وأول ما نبدأ به أعزائي الطلاب هو شرح للمفردات التي وردت في القصيدة، ونبدأ من البيت الثاني، إذ إن البيت الأول يخلو من الكلمات الصعبة. قد كان لي من ساكنيه أحبة كجآذر بين العقيق وحاجري. والجآذر مفردها جؤزر، والجؤزر هو البقرة الوحشية. إذن الجآذر مفردها جؤزر وهو البقرة الوحشية، أما العقيق وحاجر فهي من الأمكنة. إذن في هذا البيت جآذر مفردها جؤزر وهو البقرة الوحشية، العقيق وحاجر من الأمكنة. وازور عنهن الحبيب ولم يعج في يقظة أو طيف نوم زائري. أما قوله ازور أي انصرف غير راغب في الإقامة. ازور عنهن، انصرف عنهن ولم يرغب في الإقامة. ولم يعج أيضا، لم يعج بمعنى لم يعد ولم يرجع، ولم يعج في يقظة أو طيف نوم زائري. أما البيت الخامس، بل غادر الأجفان يرقبن السها وجفى لذيذ الغمض مقلة ساهري. والسها هو نجم من النجوم، يرقبن السها أي يرقبن نجما في السماء. وجفى بمعنى هجر، هجر لذيذ الغمض مقلة ساهري أي هجر النوم مقلة ذلك الساهر. والله يلهمك الصواب لترعوي وتؤوب أوبة صابر أو شاكري. وترعوي معناها تعود عن غيك وضلالك، أما تؤوب فهي أيضا بمعنى ترجع، تؤوب من الإياب، آب إيابا أي عاد عودة. تؤوب هنا بمعنى ترجع كما يرجع الصابر أو الشاكر إلى رجده. إن كان ذاك فحبذا ولربما كان النهى للنفس أنهى زاجري. وحبذا هي فعل يستخدم للمدح، أي إن ذلك محمود إن فعلته. والنهى ما يقتضيه العقل. كان النهى للنفس أنهى زاجري، أي إنما يحكم به العقل يكون زاجرا للإنسان، وزاجرا بمعنى مانعا ورادعا، يزجر بمعنى يمنعه عن القيام بشيء أو يردعه. العقل هو الذي يردع الإنسان أن يقوم بذلك الشيء. والقهر للناسوت ضربة لازب، والحكم لله العلي القادر. والناسوت متطلبات الجسد وشهواته. إذن الناسوت لنحفظ، وهي كلمة جديدة علينا لذلك نركز عليها أكثر من غيرها. القهر للناسوت أي لمتطلبات الجسد وشهواته ضربة لازب. وضربة لازب عند العرب تستخدم لشيء الذي لا مفر منه، أي إن قهر متطلبات الجسد شيء لا مفر منه. على الإنسان دائما أن يقهر متطلبات جسده وشهواته.
إذن القهر للناسوت أي لمتطلبات الجسد، لما يطلبه الجسد لشهوات الجسد، ضربة لازم أي أن ذلك لا مفر منه، والحكم لله العلي القادر. هذا بالنسبة لشرح المفردات. أما بالنسبة لفهم النص بمفهومه العام، يمكن القول يصوغ الشاعر قصيدته في صورة رسالة يوجهها إلى ابنه الذي يبدو أنه ابتعد عنه وجفاه ولم يعد يسأل عنه، ويستهلها بوصف الدار التي خلت من ذلك الابن، فلم تعد تروق للشاعر ولم يعد يجد فيها ما يسليه، ويذكر ما يعانيه من سهد وما يشعر به من نفور من هذه الدار التي لم يعد هو بعض ساكنيها، حتى بدت كالطلل الذي غادره أهله فصار خرابا بلقعا. وهكذا وقف يبكي تلك الدار، جاعلا من ذلك البكاء مقدمة طللية تذكر بتلك المقدمات التي اعتادها شعراء العربية منذ عصور ما قبل الإسلام في مطالع قصائدهم. ثم يكون ذلك الخطاب سبيلا إلى سلسلة المعاتبات والمواعظ التي يخصص لها المقطع الثاني، والتي تنم على تبصر الشاعر بتعاليم الدين الحنيف ورغبته إلى ابنه في أن يتبعها حتى لا يخرج من البر إلى الشقاء ومن التقوى إلى الفجور. وذلك كما يبين هذا البيت الذي صيغ في صيغة الاستفهام التقريري. إذن لدينا هنا استفهام تقريري الذي يستهل به هذا المقطع ملخصا الموقف كله في قوله: ما هكذا البر التقي أراغب في أن يصير إلى الشقي الفاجر. إذن لدينا هنا الاستفهام في قوله أراغب في أن يصير إلى الشقي الفاجر، وهو استفهام تقريري أي يؤكد ذلك. ويعقبه الاستفهام الإنكاري في البيت التالي ليكون محاولة للتنفير من طريق الضلالة التي تدل على عمى البصيرة وذهاب العقل، وذلك في قوله: أمن البصيرة والعمى يغشى الهدى حتى يرى الأعمى بصورة باصره. أمن البصيرة والعمى يغشى الهدى. إذن الاستفهام هنا هو استفهام إنكاري أي لا يمكن ذلك. ثم يحذره من كيد الزمان وأهله، مذكرا إياه بأن الدهر يغني عن نصيحة الواعظ، والدهر مغن عن نصيحة واعظ يروي الغرائب خابرا عن خابري، إذ تكشف أحداثه الماضية التي تتناقلها الأجيال خابرا عن خابر عن صنوف العقاب الإلهي التي حلت بالعصاة وأهل الفجور. ثم يدعو الله تعالى دعوة أب عطوف أن يلهم ذلك الابن طريق الصواب، وإلا فسيكون الفراق بينهما كالفراق بين يوسف ويعقوب، غير أن يوسف لم يبتعد عن أبيه عن رغبة ولم يرتكب ذنبا، إن كان ذاك فحبذ، ولربما كان النهى للنفس أنها زاجري، أو كانت الأخرى أي إن لم يعد إلى رجده وغيه فلا بد من الفراق بينهما. فالفراق بين يوسف ويعقوب غير أن يوسف لم يبتعد عن أبيه عن رغبة ولم يرتكب ذنبا. ثم يختم هذا الخطاب بالحكم المناسبة للموضوع المتناول، وهي قوله: ما من صابر لكريهة إلا يغاث بناصري، ما من صابر لكريهة إلا يغاث بناصري، إن من يصبر على ما يصيبه من المكروه لابد أن يغاث وينتصر بالنهاية. والقهر للناسوت ضربة لازب، والحكم لله العلي القادر. أيضا في قوله: القهر للناسوت ضربة لازب، إن قهر متطلبات الجسد التغلب على الجسد وشهواته لا مفر منه لدى الإنسان. وقد كانت هذه الحكمة الأخيرة أهم هذه الحكم على الإطلاق، إذ يتجلى فيها إيمان الشاعر وتوكله وإسناده الأمر إلى الله تعالى، فهو المحكم في أمور العباد، وهو القادر على أن يرد العاصي إلى طريق الصواب. أما عن بناء القصيدة وبلاغتها،
يمكن القول إن الشاعر يحاول السير على طريقة القصيدة العمودية القديمة، إذ يستهلها بالوقوف على الأطلال: الدار بعدك لا تروق لناظري، والربع بعدك لا يشوق لخاطري. يذكرنا بقول امرئ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. إذن يحاول الشاعر السير على طريقة القصيدة العمودية القديمة، إذ يستهلها بالوقوف على الأطلال، ويجعل ذلك الاستهلال أكثر التصاقا بموضوع القصيدة، إذ يجعل داره التي فارقها الإبن هي الطلل. لكننا مع ذلك نلاحظ التفكك في الانتقال المفاجئ من وصف تلك الدار إلى معاتبة الإبن في المقطع الثاني، أي لم يكن هناك ترابط بين الفكرة الأولى وهي الوقوف على الأطلال والفكرة الثانية وهي العتاب. فقد لاحظنا التفكك في الانتقال المفاجئ من وصف تلك الدار إلى معاتبة الابن ونصحه، كما نلاحظه في تلك المجموعة من النصائح والمواعظ التي لا يربط بينها رابط قوي يجعل منها موضوعا واحدا، ما يجعل من القصيدة أنموذجا لحال الشعر في الفترة العثمانية حيث السطحية والتفكك. أيضا نركز على هذه العبارة: إن هذه القصيدة أنموذج لحال الشعر في الفترة العثمانية من حيث السطحية والتفكك. أما لو أردنا أن ندرس البلاغة في هذه القصيدة سيمر معنا في قول البر التقي والشقي الفاجر. هنا لدينا مقابلة: البر يقابلها الشقي والتقي يقابلها الفاجر، وهو لون من ألوان البديع من المحسنات المعنوية. وأيضا في قوله: أمن البصيرة والعمى، البصيرة والعمى والأعمى والباصر، وهو طباق، والطباق هو التضاد، أن يأتي بالكلمة وضدها بالمعنى، البصيرة ضدها العمى. وأيضا في الشطر الثاني: الأعمى والباصر، أيضا كلاهما ضد الآخر ولدينا طباق. وقبل ذلك أيضا لو عدنا إلى البيت الأول، لدينا في البيت الأول: تروق ويشوق جناس ناقص. وفي قوله: لناظري ولخاطري، انتهى الشطران بالحرف نفسه. ماذا يسمى؟ يسمى التقاء أو انتهاء الشطرين الأول والثاني بالحرف نفسه في البيت الأول تصريعا. إذا لدينا تصريع في البيت الأول: لناظري لخاطري. في البيت الرابع أيضا لدينا طباق في قوله: يقظة ونوم. اليقظة والنوم أيضا طباق إيجاب. وفي البيت الحادي عشر: إن كان ذاك فحبذا ولربما كان النهى للنفس أنهى زاجري، أيضا النهى أنهى. لدينا هنا جناس ناقص النهى وأنهى. وأيضا لدينا في البيت الثالث عشر والبيت الرابع عشر أيضا كما قلنا حكمة: ما من صابر لكريهة إلا يغاث بناصره، والقهر للناسوت ضربة لازب. إذن هذا ما يمكن الحديث عنه في هذه القصيدة في البلاغة العربية. وبهذا أعزائي الطلاب نكون قد انتهينا من قصيدة نصح وعتاب. آمل أنكم قد استفدتم مما تعلمناه في هذا الدرس، وإلى لقاء جديد. أشكر لكم متابعتكم وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعلكم تعقلون.